هلا واقفين على جبهة جسرين، والحمد لله عم نصد العصابات الطاغية اللي كل يوم عم يقتحم علينا ويصير علينا ضرب بالصواريخ الأرض أرض والطيران الروسي والراجمات والقذائف الهاون. والحمد لله بعون الله، الحمد لله إنه تم صد العصابات الطاغية. الحمد لله نحن هون بمزارع جبهة جسرين، مثل ما سامعين قبل شوي صار اشتباكات وعسكري حاول يتسللوا، رمينا عليهم الحمد لله ردة راجع. نحن هون النظام يضربنا بالراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، ما عم يهدي القصف، راجمات صواريخ ثقيلة، صواريخ فيل ما عم تهدي، غارات الطيران عم تضرب علينا، بس الحمد لله نحن صامدين هون عم نتفضى له. زين رضوان هيك